أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات كسابقتها في تقرير نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الآيات السابقات تبين لنا أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قد علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة، وقد عزمنا أن نجمع لك مالا حتى تصير أغنانا. فأنزل الله عز وجل قوله: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بمعنى أن الله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو مالك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، وهو قادر على أن يغني عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما شاء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يرزق ولا يرزق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو أني أطعتكم فيما تريدون من ترك الدعوة وتبديل الكلم والركون إلى الدنيا، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ثم علق ربنا جل جلاله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم به وحده، مخبرا إياه أن بيده وحده جل جلاله النفع والضر. وإن يمسسك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم جاءت هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين أي شيء أكبر شهادة؟ الشهادة الإخبار عن علم ودراية، الشهادة الإخبار عن علم ودراية. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة في هذه الدنيا، هي شهادة الله جل جلاله. سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أما وجد الله غيرك رسولا؟ فإنا لا نرى أحدا يصدقك، وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنهم لا يجدون ذكرا لك بالنبوة في كتبهم. هؤلاء المشركون يوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ليفتوا في عضده. قالوا له: يا محمد، أما وجد الله غيرك رسولا؟ أما وجد غيرك ليجعله رسولا؟ فإنا لا نرى أحدا يصدقك، وقد صدقه المؤمنون الطيبون السابقون الأولون، لكن المشركين ما كانوا يرون معظمهم شيئا مذكورا، يعني ما كانوا يعدون بلالا أو خبابا أو عمارا أو ياسرا وأمثالهم شيئا، ولذلك قالوا له: وما نرى أحدا يصدقك، وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنهم لا يجدون لك ذكرا بالنبوة في كتبهم. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية ومعناها: إذا كان اليهود والنصارى لا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وإذا كنتم معشر المشركين قد كذبتموه، فإنه يشهد له الله رب العالمين. قل أي شيء أكبر شهادة، أي أكبر شهادة من شهادة الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله جل جلاله يشهد بأنه قد أرسلني، وأنه قد أمرني، وأنه جل جلاله قد كلفني بالبلاغ، وهو سبحانه حكيم قدير. ولا يليق بحكمته وقدرته أن يقوم رجل من عباده فيزعم أنه أرسله فيقره على ذلك وهو لم يرسله، ويؤيده مع ذلك بالمعجزات والآيات البينات. ثم بعد ذلك هذا الذي يزعم أن الله أرسله يزعم كذلك أن الله قد حكمه في دماء هؤلاء المخالفين ونسائهم، ويزعم أن الله مظهره عليهم، والله جل جلاله يسمع ذلك ويراه، وهو في كل يوم يزيده تأييدا وتسديدا، وفي كل يوم أمره في ظهور وعلو. هذه شهادة من الله بأن محمد رسول الله. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن. أوحي الفعل مبني للمفعول لأن الفاعل معلوم وهو الله جل جلاله. وأوحى الله إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ للمفسرين فيها وجهان: الوجه الأول ومن بلغ بمعنى ومن بلغه هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة، وأنذر به من بلغه هذا القرآن إلى يوم القيامة. الوجه الثاني لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ الحلم، أما من قبضه الله عز وجل صبيا صغيرا ف
فإن خطاب التكليف لا يتوجه إليه: لأنذركم به ومن بلغ. وهذه الآية دالة على عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة في مكان معين في زمان معين، أما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تستغرق الزمان والمكان كله من حين بعثه الله إلى يوم يقوم الأشهاد. وقد دلت على ذلك نصوص القرآن كقول ربنا الرحمن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. وكقوله جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته صلوات ربي وسلامه عليه إلى كل أحمر وأسود: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. لأنذركم به، والإنذار مضى معنا الكلام مرارا في أنه إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. الإنذار إعلام يصحبه تخويف في زمان يتسع للاحتراز. لأنذركم به ومن بلغ. وهذا الإنذار يترتب عليه أن المعرض المكذب الكافر مصيره إلى النار، كما قال ربنا جل جلاله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به، أي بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، من الأحزاب فالنار موعده. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها آلهة أخرى. أئنكم بتحقيق الهمزتين، أو على قراءة التسهيل مع زيادة الألف: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وهذه لغة معروفة، كما في قول القائل: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل والنقى أنت أم أم سالمي. أنت هكذا بألف بين الهمزتين مع تسهيل إحداهما. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هؤلاء المشركون كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، أنا لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. طيب بأي شيء تشهد؟ إنما هو إله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بأن يصدع بوحدانيته: إنما هو إله واحد. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إنما هو إله واحد. بعدين: وإنني بريء مما تشركون. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من هذه الآلهة المدعاة التي نسب إليها الألوهية أولئك المشركون الجهال الأغمار. وربنا جل جلاله بيّن أن هذه دعاوى كاذبة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أولئك المشركون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وقد سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أنهم لا يجدون ذكرا لنبوتك في كتبهم. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه ونسبه ووصفه ومهاجره كما يعرفون أبناءهم. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عبد الله بن سلام فقال له: يا أبا يوسف، قد أنزل الله هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال له عبد الله بن سلام: والله الذي لا إله غيره، لقد عرفته حين رأيته، ولا أنا أعرف بمحمد من معرفتي بابني، فإني لا أدري ما قارف النساء، والله يشهد أنه أرسله. يعني عبد الله بن سلام يقول: معرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم آكد من معرفتي بابني، يقول: لأني لا أدري ما قارف النساء. الله أعلم، الغيب علمه عند ربي، ربما قارف النساء بعض المنكرات ونسبن إلي من ليس مني، أما معرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم فهي يقين، لأن الله يشهد أنه أرسله. وهذا المعنى قد وصل إلي هذا الحبر العالم الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، يقول رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، انجفلوا أي أسرعوا يستقبلونه، فكنت في من انجفل، فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت له: يا محمد، يعني يريد أن يتأكد، إني سائلك عن خصال ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال له: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تأنى ولا تريث ولا تفكر، وإنما قال له: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني ناس كذابين، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، يعني لو أنهم علموا أني مسلم سيسلطون علي حملات إعلامية وإشاعات مكذوبة ويطلقون عني الأقاويل، فأرسل إليهم وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبار اليهود، فلما جاءوا قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قال: ما أنه سيدكم وابن سيدكم وعالمكم وابن عالمكم، فمقتضى الحال أنه لو أسلم تسلمون. قالوا: نعيذه بالله من ذلك.
استحيل. فكرر عليهم: ما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: ألم أقل لك، يعني أنا بينت لك طبيعة هؤلاء الناس، وقد قال الله عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. ولذلك ربنا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم، أي أضاعوها، فهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين تعمدوا أن ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بها، هؤلاء ضيعوا أنفسهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أمنا صفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية رضي الله عنها، هذه المرأة التي كانت من يهود بني النضير، وكانت في السبي يوم خيبر، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بها. هذه المرأة تذكر تقول: ما كان أحد من بني أبي أحب إليه وإلى عمي مني. فحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر عند مطلع الشمس، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده ما شاء الله أن يمكثا، ثم رجع عند مغيب الشمس كاللين، أي متعبين عابسين، يجران أقدامهما. فهششت إليهما كما كنت أصنع، يعني في العادة الوالد إذا جاء فإن الصغير يركض نحوه. قال: فما التفتا إلي، يعني لا أبوها ولا عمها. ثم سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ يقول له أبي: بلى، أهو النبي الذي تجده مكتوبا في التوراة؟ يقول له: بلى. يقول له: فما العمل معه؟ قال له حيي: عداوته ما حييت. يعني يقول لأخيه: نعم هو النبي الموجود في التوراة، وذاك يسأله: أهو هو؟ يقول له: بلى. أعرفته بنعته؟ يقول: بلى. طيب ما الموقف، ما الحال معه؟ يقول: عداوته ما حييت. هؤلاء أضاعوا أنفسهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. هذه الآية مضى معنا نظيرها في قول ربنا: ومن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسيأتي معنا نظيرها في سورة يونس: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح المجرمون. وفي هذه المواضع كلها يقال: الاستفهام مراده النفي، الاستفهام مراد منه النفي، إنشاء بمعنى الخبر. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، واضح أيها الناس؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ طيب هؤلاء المشركون افتروا على الله كذبا أم لا؟ اللهم نعم، من افترائهم على الله كذبا قولهم: الملائكة بنات الله. من افترائهم على الله كذبا قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من افترائهم على الله كذبا أنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. من افترائهم على الله كذبا قولهم: لو شاء الله
ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا كله من افترائهم. وكذلك اليهود والنصارى افتروا على الله كذبا حين قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، افتروا على الله كذبا حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، افتروا على الله كذبا حين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، افترى اليهود على الله كذبا حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وحين قالوا يد الله مغلولة، وحين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وحين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هؤلاء مفترون على الله الكذب، لا أحد أظلم منهم. وكذلك من كذب بآيات الله عز وجل، هؤلاء المشركون كانوا يقدحون في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رآهم القمر وقد انشق نصفين قالوا هذا سحر مستمر، إذا قرأ عليهم القرآن قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ويقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هؤلاء هم أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون، أي الكافرون، الكافرون، لأن الله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون. والذي يفتري على الله كذبا أو يكذب بآيات الله لا شك في أنه كافر. ومن أعظم افترائهم على الله كذبا حين قالوا هذا حلال وهذا حرام، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، كذبوا على الله حين حرموا البحائر وحرموا السوائب وحرموا الوصائل وحرموا الحام وغير ذلك من أنواع الافتراء على الله، حين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، حين قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ونحو ذلك من الأكاذيب، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال سبحانه منتقلا بهم إلى ذلك اليوم العظيم العقيم العبوس القمطرير، ويوم نحشرهم جميعا، قرأ يعقوب وحده بالياء، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا، وقرأ الباقون بقية العشرة بالنون. أما على قراءة يعقوب الحضرمي فهي على السياق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، إنه لا يفلح الظالمون، ويوم يحشرهم أي يحشرهم الله جميعا. وأما على قراءة الجمهور بالنون فإنها على سبيل الالتفات، وهو نوع من أنواع البلاغة في القرآن. وأكثر آية في القرآن فيها التفات هي آية سورة يونس. آية سورة يونس ما هي؟ قول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، الضمير هنا ضمير المخاطب، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، ثم قال وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، قال جاءتها، ما قال جاءهم، جاءتها ريح عاصف، ثم قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، ثم رجع إلى ضمير المخاطب، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن
من الشاكرين. فها هنا قراءة يعقوب ويوم يحشرهم. الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، وهو اسم من أسماء يوم القيامة، كما مضى معنا الكلام أن الشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه. فأعظم البشر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على إثره، وهو نبي المرحمة، وهو نبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أعظم الكتب ما هو؟ القرآن، ولذلك سمي القرآن، سمي الفرقان، سمي النور، سمي الروح، سمي الذكر، إلى غير ذلك من الأسماء. وأعظم الأيام ما هو؟ يوم القيامة، يوم القيامة، لأنه اليوم الذي يتحدد فيه مصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك سماه الله يوم الخلود، يوم الخروج، يوم البعث، يوم النشور، يوم الحسرة، يوم الحشر، يوم الآزفة، القارعة، الحاقة، الصاخة، الطامة، الغاشية، إلى غير ذلك من الأسماء التي تبلغ نحو من 50 اسما مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا. نحشرهم جميعا، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، المأمور والأمير، الأسود والأحمر، المصدق والمكذب، نحشرهم جميعا. وليس البشر وحدهم، بل الدواب والوحوش والطيور والحشرات، كما قال ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نقول لأبي جهل وأبي لهب واليهودي والنصراني والمجوسي الذي زعم أن ثمة إلهين، إلها للخير وإلها للشر، ومن عبدوا الكواكب، من عبدوا الأشجار، ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ تزعمون. قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذب، كل زعم في القرآن فهو كذب. يعني إذا رأيت الفعل زعم أو زعموا أو يزعمون أو زعمتم، فاعلم أن ما بعده كذب، كما في قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا أيضا كذب على الله عز وجل. يناديهم ربنا جل جلاله: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هكذا يوم القيامة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الله جل جلاله يسألهم: أين هبل؟ أين ذو الخلصة؟ أين اللات والعزى؟ أين مناة الثالثة الأخرى؟ أين أصنامكم التي كنتم بها تتمسحون وحولها تطوفون ولها تنذرون؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. في هذه الآية أيها الإخوان قراءات: أولها قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وشعبة في أحد وجهيه، ثم لم يكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا
والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم يكن فتنتهم على أن فتنتهم هي خبر كان مقدم، واسمها المصدر المؤول من أن ومعمولها، إلا أن قالوا، المعنى ثم لم يكن فتنتهم إلا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. هذه قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وشعبة في أحد وجهيه. طيب، القراءة الثانية قرأ بها ابن كثير وحفص عن عاصم: ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذه ظاهرة، فتنتهم هي اسم تكن والخبر المصدر المؤول من أن ومعمولها. ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. قرأ الباقون: ثم لم تكن، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم. والتأويل قد عرف لأن فتنتهم خبر مقدم. إذن عندنا قراءة: ثم لم يكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم. ما معنى الفتنة ها هنا؟ الفتنة في القرآن أيها الإخوان تأتي على أربعة أوجه، على أربعة معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، كما في قول ربنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار. وكما في قول ربنا جل جلاله: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. المعنى الثاني: الفتنة تطلق على الاختبار، الامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ثم المعنى الثالث: تطلق الفتنة على الشرك. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة ها هنا بمعنى الشرك. ثم المعنى الرابع، ولم يرد في القرآن إلا في هذه الآية: الفتنة بمعنى الحجة. ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس رضي الله عنه، واسمعوا هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه البشارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم، لأهل الإخلاص، لأهل الإيمان الذين لقوا ربهم وهم يشهدون شهادة حق أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم. فإذا رأى المشركون ذلك قال بعضهم لبعض: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، هلما فلنزعم أن ما كنا مشركين، أن ما كنا مشركين. يعني سبحان الله، أبو جهل وفرعون وأمثالهما كانوا في هذه الدنيا كذابين أفاكين، يفترون على الله الكذب، ويوم القيامة لا يفارقهم كذبهم، لأن الله عز وجل قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في كلامهم هذا كاذبون. وقال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء،
ألا إنهم هم الكاذبون. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون، وفي رواية لا تضارون، لا تضارون بمعنى لا تتزاحمون، لا يضر بعضكم بعضا، وعلى رواية لا تضارون لا يصيبكم ضير، لا يصيبكم ضرر، لا تضارون في رؤيته، وليلقين أحدكم ربه يوم يلقاه فيقول له يا فلو، يا فلو هي ترخيم يا فلان، أو قيل بأنها لغة في فلان، يا فلو ألم أزوجك، ألم أنعم عليك، ألم أذرك ترأس وتربع، أي تتخذ الرباع والقصور والدور، ألم أسخر لك الإبل والبقر، فيقول بلى يا رب، فيقول الله عز وجل أظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب، يقول الله عز وجل فإني أنساك اليوم كما نسيتني، ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ما قال للأول فيكون جوابه كجواب الأول، ثم يلقى الثالث فيقول له يا فلو ألم أزوجك، ألم أذرك ترأس وتربع، ألم أسخر لك الإبل والبقر، فيقول بلى يا رب، فيقول له أظننت أنك ملاقي، يقول يا ربي قد صليت وصمت وتصدقت. حينها يقول الله عز وجل للملائكة اختموا على فيه، ثم تنطق أعضاؤه بما كان منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك المنافق، وهو منافق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسأله أظننت أنك ملاقي، ماذا يقول؟ المفروض أن يكون جوابه كجواب ذلك المشرك، يقول لا، لكنه يحيد عن الجواب فيقول يا رب قد صليت وصمت وتصدقت. والله عز وجل قال عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فها هنا ربنا جل جلاله يعرض ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقرأت وهي قراءة متواترة والله ربنا ما كنا مشركين، أما على قراءة الجر فربنا نعت له الله أو عطف بيان أو بدل، والله ربنا ما كنا مشركين، وأما على قراءة النصب والله ربنا ما كنا مشركين، إما أنها منصوبة على النداء ونصب لأنه منادا مضاف والله يا ربنا ما كنا مشركين، أو أنها منصوبة على المدح، يعني يمدحون ربهم الذي أعرضوا عنه يمدحونه في ذلك اليوم، والله ربنا ما كنا مشركين. وكلمة الرب أيها الإخوان من التربية، وهي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ومنه قول صفوان بن أمية يوم حنين لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، أو قال رجل من ثقيف. والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على الله وضل عنهم ما كانوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هؤلاء الله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من حالهم، انظر
إلى هؤلاء، كيف كذبوا على أنفسهم؟ يعني هؤلاء ما استطاعوا أن يكذبوا على الله، وإنما يكذبون على أنفسهم، حين يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. وضل عنهم، أي غاب عنهم، ما كانوا يفترون. أولئك الآلهة التي افتروها، التي صنعوها، التي أقاموها وجعلوها لله ندا، غابت عنهم في ذلك اليوم وتبرأت منهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم أي من المشركين من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أكنة جمع كنان وهو الغطاء، أن يفقهوه. قال ابن جزي في محل نصب على أنه مفعول لأجله، المعنى كراهة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقر، الوقر هو الثقل، الوقر هو الثقل. وفي آذانهم وقر، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، أي يحاورونك ويناقشونك، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير الأولين هي الخرافات، هي الخرافات. سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المشركين فيهم عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأمية وأبي ابن خلف، وأبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث، والحرث ابن عامر، وغيرهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا إلى حديثه، ثم التفتوا إلى النضر بن الحارث فقالوا له ما يقول محمد؟ فقال لا أدري غير أني أرى شفتيه تتحركان، وما هي إلا أساطير الأولين التي كنت أحدثكم بها. كان يحدثهم بأخبار رستم واسفنديار وغيرهم من ملوك الفرس. ثم التفتوا إلى أبي سفيان قالوا له فما تقول؟ قال إني لا أرى بعض ما يقول حقا. أبو سفيان يقول أرى بعض ما يقول محمد حقا. فقال أبو جهل كلا، يعني ليس في كلامه حق. الله جل جلاله قال ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لما كان هؤلاء ممعنين في الضلال، حريصين عليه، صادين عن سبيل الله، فإن الله جل جلاله حجبهم عن الانتفاع بهذا الحق الذي ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في الآية السابقة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون جزاء وفاقا. هنا أيضا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ومن العجب أن المشركين كانوا يفخرون بذلك وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هكذا كانوا يفتخرون. ومثلهم اليهود حين كانوا يقولون قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، أي عليها أغلفة تمنع وصول ما تقول إليها. الله جل جلاله ذم المشركين بهذه الصفة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ها هنا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي كراهة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقر، أي ثقل لا يسمعون بها، كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم
كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه. عنه في الموضعين الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه، النهي معروف، ينهون عن اتباعه، وينأون من النأي الذي هو البعد، يبعدون عنه وعن دينه. للمفسرين وجهان: الوجه الأول أن مقصودا بهذه الآية المشركون، المشركون جميعا هم المقصودون، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه هم ينأون عنه. وقيل بل الآية مقصود بها أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال أبو جهل: من يقوم فيؤذي محمدا؟ فقام رجل يقال له عبد الله بن الزبعرى، فأخذ عودا به شيء من أذى، فلطخ به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته. فلما انفتل صلى الله عليه وسلم من صلاته ذهب إلى عمه أبي طالب، فقال له: أي عم، أرأيت ما صنع بي قومك؟ فأخذه أبو طالب من يده وقد اشتمل سيفه، فلما رآه القوم قد قدم مغضبا أرادوا أن يقوموا من أماكنهم، فقال لهم: واللات والعزى، لا يقوم رجل من مكانه إلا علوته بالسيف. فبقوا حيث كانوا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي بني، من فعل بك هذا؟ فأشار إلى عبد الله بن الزبعرى، فأخذ أبو طالب شيئا من أذى ثم لطخ به وجه ذلك الرجل، ثم لطخ به وجوه أولئك الكفرة، ثم رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أي عمي، أي عمي، أنت تنهى قريشا عن أن يؤذوني وأنت تنأى عن ديني؟ يعني أنت تمنع الناس من إيذائي وتنتقم لي، وفي الوقت نفسه لا تتابعني في ديني. فقال أبو طالب: تلك الكلمات، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المشركين لن يصلوا إليك بجمعهم. أيها الإخوة الكرام، أختم هذا الدرس بكلمات ثلاثة. الكلمة الأولى قول ربنا جل جلاله: لأنذركم به ومن بلغ، فيها دليل على وجوب التبليغ على كل مسلم، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويشهد لهذا قوله جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مع قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكلمة الثانية في قوله جل جلاله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقد مضى معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بأن المشركين إذا رأوا مغفرة الله لأهل الإخلاص ومحوه ذنوبهم فإنهم يدعون بأنهم كانوا مذنبين ما كانوا مشركين. استفاد من ذلك أيها الإخوة الكرام العاقبة الحميدة لأهل الإيمان، ووجوب
أن ينأى الإنسان بنفسه عن الشرك كله، صغيره وكبيره، خفيه وجليه. الإنسان يتقي الشرك، يتقي أن يصرف شيئا من عبادة لغير الله، يتقي أن يطوف بغير بيت الله، لا يطوف بقبر ولا مكان غير بيت الله، يتقي أن يصرف نذرا أو عبادة لغير الله، يتقي أن يدعو غير الله، أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، لئلا يقع في الشرك فتكون عاقبته عاقبة أولئك. ثم الكلمة الثالثة أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فيها تعزية لكل من يدعو إلى الله عز وجل ثم يرى إعراض المعرضين وعناد المعاندين وتكذيب المكذبين وسخرية الساخرين، نقول له: إن ربنا جل جلاله الذي هو أعلم بخلقه قال عن بعضهم: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين ربنا جل جلاله أن ناسا ثابتة أقدامهم على الشرك، عاضة نواجذهم على الكفر، ولو رأوا المعجزات والآيات البينات فإنهم مصرون على كفرهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، رحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.